لتوفير الحماية لهذا العدد الكبير من المواطنين والمرضى والطواقم الطبية. دكتور بشار، احنا عرفنا ان ليلة الامس كانت من الليالي السيئة جدا، ماذا حدث؟ يعني كل يوم تقريبا هناك استهدافات بقنابل شديدة الانفجار في محيط مستشفى القدس، ادت الى اضرار في المستشفى في الداخل، في غرف العمليات، في العنايه المركزه. هذه الانفجارات طبعا ناتجه عن استهداف ارهابي من عده طبقات يتم تدميرها وتدمير المنطقه بالكامل. الان نتحدث عن مخازن جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني التي تضررت، والان يعني اصبح الوصول الى المخزون الادويه والمستلزمات الطبيه صعب جدا بسبب ان جميع النواتج او ابواب هذه المخازن قد اغلقت نتيجه الانفجار الهائل الذي حدث بالقرب من مستشفى القدس، بالاضافه الى الاستهدافات في محيط المستشفى، طبعا عشرات بل مئات الاستهدافات بقنابل شديده الانفجار كما ذكرت، تم تدمير. طيب هل هم حطوا لكم وقت معين ضروري ان انتوا تخلوا فيه المستشفى قبل ان يتم القصف؟ اللي احنا نخاف انه يحدث نفس اللي حصل لمستشفى المعمداني. الدكتور بشار، يعني طبعا الاتصالات هناك صعبة جدا، يعني أنا بس عايز أسأل سؤال. لما تقول لحد فضي المستشفى بيقولك أنا عندي 13 ألف حالة، هيوديهم فين؟ هيوديهم فين؟ حضانات أطفال هيوديها فين؟ حالات طوارئ وحالات عناية مركزة هيوديهم فين؟ شفتها في أي حتة دي؟ ده احنا فاهمين ده عادي، اضرب زي ما لا تضرب مدرسة ولا تضرب مستشفى ولا، ويجي يقول لك ايه؟ رابين قتلة ذبيح الأطفال، ماشي، وده ايه؟ ده اسمه ايه؟ هي دي مش جرائم حرب؟ بعدين يقولوا له ايه؟ بس يعني استنى بس نخلص موضوع الرهاين. طيب يعني تخلصوا موضوع الرهاين وبعدين تضربوا الناس تاني؟ الكلام النهارده على 50 حالة